تخيلي إنك طيبة وقلبك صافي لهي الدرجة. دامين انحرقوا إيديكي بسببي أنا، وفوق هيك كمان التهيتي بحرق إيديه بدل إيديكي، وإنتي خايفة عليه كمان. سامحيني بترجعكي. أكيد رح سامحك، بس عندي شرط بالأول. توعديني بإنك تهتمي بحالك منيح كتير، وتصيري تهتمي بحالك قبل الكل ماشي؟ لو صار لك شي اليوم ما كنا قدرنا نواجه أبوكي وستك وكانوا رح يزعلوا. لا تعيدي هالشي أبداً، اتفقنا؟ تعالي رادها، تعي معي شوي. أنا بقترح تحطي تلج، بخفف وجع الحرق كتير. قلي شيخار. تعالي. لا لا، التقيت رادها. تعي حبيبتي، عن إذنكن. بصراحة أنا متضايقة وكتير كمان، وزعلانة لأنه انحرق اسم موهان يلي كتبت لي هالمرأة على كفي. أنا بسمع إنه هاد الشي فعل مانو منيح أبداً، لهيك أنا متضايقة. أنا ماني عارفاني شو بدي ساوي. أنا بتمنى إنه ما يتأذى موهان لو شو ما صار، ويضل بخير دايماً، وما عندي مشكلة حتى لو كنت أنا يلي بدي إني أتعذب عنه. المهم يضل بخير. عم تعملي كل هالشي مشانه؟ وعم تخاطري بحياتك بس لتحافظي على حياة موهان؟ مو بس هيك، طول الوقت اسمه بيضل على لسانك، ومتعلقة ببنته وعندك ياها بالدنيا كلها. إذا مانو حب شو بتسميه لكان؟ يعني كل هالاهتمام مانو حب؟ رح عاقبك ورح ندمك على محبتك. استني وشوفي. طولي بالك علي، رح تندمي. رادها؟ كأنك عم تبكي؟ لا أبدا، ما عم أبكي. إيدك عم توجعك؟ لا لا بلا، عم توجعك، هي محروقة كتير. تعالي كلي. عن جد إني وحدة غبية، نسيت إنه إيدك محروقة، لك كيف بدك تاكلي؟ رح طعميكي أنا؟